السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسبب حبي للخيول يعني جيت بالسيارة تقريبا 20 كيلومتر من أجل باش نشوف الخيول هنا في هذا إسطنبول. الجو اليوم مش بارد كثيرا، يمكن 0 درجة، ولكن الأرض منزلقة بعض شيء. نعم، هناك واحد الخيل داخل. كاين خيول أخرى لداخل يعني. أحببت أن أصور فيديو قصير لكي أذهب إلى مكان آخر. نوع من الأشجار يمكن يكون الصنوبر الفنلندي. الآن علي الذهاب إلى السيارة، إنها مشغلة هناك. أتمنى لكم يوما طيبا، مع السلامة.